انطلاقه موفقه اعزائي الجمهور والحضور الكريم بصداره المطاف تخطف الصداره غاره مربط الجريان والشيبان ميزور بفارق الطول عن الجواد اوديلا مربط المقدام وجوز بيكورتولو خطوه بخطوه الترتيب الثالث مع الجواد المطافي الترتيب الرابع بوسليبي محمد خليفه ثاني راشد السويدي واوكوبيني الجيان بشكل كتله في الترتيب الخامس من الجهه الداخليه هناك الجواد اوديلا ومن الجهه الخارجيه الثقب في الترتيب السادس المنعطف الاول الصداره مع غار الوصافه مع اوديلا والترتيب الثالث مع بوزيلا بي واوغو بيني الترتيب الرابع الشعر الاخضر توب كان مربط الرميله وجرومي موتار تحركات للمطافي من وسط الجياد المنعطف ما قبل الاخير اتجاها الى المنعطف الاخير الصدر مع الجواد غار مربط الجريان وشيد بان ميزور تحركات من وسط الجياد للجواد المطافي غنز ومن الجهة الوسطى وتخطف الصدارة بوسيلا بي محمد خليفة ثاني السويدي وأوغو بني محاولات للحاق للنزوة ولكن الصدارة مع بوسلي بي والترتيب الثاني للنزوة والترتيب الثالث للمطافي مبروك.